وللحديث أكثر عن تزايد الانتهاكات في السجون الحكومية في العراق وما ينتج عنها من وفيات داخل المعتقلات، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك معنا بداية دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتورة فاطمة، حبذا لو تطلعينا بداية على آخر الإحصائيات التي رصدتموها في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بخصوص الانتهاكات والوفيات أيضا داخل السجون الحكومية في العراق. نعم، يعني نحن في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قد رصدنا ازدياد متواتر للوفيات حتى وصلت إلى العشرات في الفترة الأخيرة، خاصة الشهرين الأخيرين من هذا العام. يعني فضلا عن هي أصلا حالات الوفيات هي أصلا كثيرة في السجون العراقية، ولكن هناك زيادة ملحوظة خلال هذه الفترة، وهي زيادة يعني مثيرة للريبة والشك، ووراءها يعني مقاصد معينة. نعم، إلى ماذا ترجع؟ يعني إذا أردنا هنا الدخول في بعض التفاصيل، إلى ماذا ترجع هذه الزيادة في أعداد الوفيات؟ في الحقيقة يعني هناك بعض الـ يعني الأسباب التي أصبحت معروفة للجميع والتي الكثير يحاول التذرع بها، وهي يعني الإهمال الحكومي والإهمال الصحي وتفشي الأمراض. ولكن الحقيقة هناك أسباب أبعد من ذلك، هناك تفشي التعذيب في السجون، هناك تعمد يعني أن استيقاع حالات أكثر من الوفاة خاصة في هذه الفترة، وأنا في اعتقادي أنها لها علاقة مثلا ب يعني مطالبات العديد من المراكز الحقوقية، الأهالي المعتقلين بالإفراج وتطبيق العفو عن يعني أبنائهم، وبذلك فهم يبعثون رسائل إلى أهالي وذوي المعتقلين أن يجب أن يسكتوا ويصمتوا، خاصة وأن أصواتهم بدأت تصل إلى العالم. كذلك أيضا هناك يعني هناك برامج للأمم المتحدة تريد تطبيقها في العراق، ومنها مراقبة السجون، ولذلك في الحقيقة هناك تصفية، عملية تصفية جسدية للمعتقلين داخل السجون قبل أن يتم يعني أو يتم تطبيق ذلك في السجون العراقية. الميليشيات تلعب دورا كبيرا في الوصول أعداد الوفيات إلى هذا العدد الكبير جدا، خاصة وأننا في مرحلة صعبة وقرب انتخابات، والحقيقة دائما السجون والمعتقلات ومن فيها من أبرياء يستخدمون كورقة للضغط وورقة للحصول على مكاسب سياسية. ما دور الميليشيات هنا تحديدا دكتورة فاطمة؟ ما دور الميليشيات في زيادة أعداد الوفيات في السجون؟ الميليشيات تريد أن تكسب أصوات الناس، وايضا تريد يعني اشاعه الرعب وترهيب الناس من اجل السيطره والحكم على العراق. نحن نعرف انها الان تريد يعني الان اصلا مسيطره على العراق، ولكن هي تريد ان تحفظ مكاسب اكثر وان تضمن اسكات كل الاصوات التي تطالب بحقوق الانسان، التي تطالب ب يعني تقديم ومحاسبة المجرمين وإنحاء حالة الإفلات من العقاب في العراق، خاصة وأن العراق أصبح معروف بأن القانون يطبق على فئة من فئات الشعب ولا يطبق على الأحزاب السياسية الفاسدة أو ميليشيات الفاسدة أو المجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا جرائم عديدة في العراق دون أن يتم محاسبتهم لحد الآن. إلى أي مدى ساهم غياب المذكرات القضائية والمحاكمات العادلة في العراق في إضعاف قدرة ملاحقة ملف المعتقلين والمطالبة بهم وبحقوقهم من قبل أهاليهم ومن قبل المنظمات الدولية؟ نعم، يعني هذه أهم يعني وأبسط إجراء قانوني يمكن أن يتبع في العراق من أجل أن يعني يحصل المواطن على حقه. نعم، نعرف جيدا أنه لا توجد مذكرات قضائية أو أعدادها قليلة جدا مقارنة بعمليات الاعتقال
التي تقوم على تشابه الأسماء أو قوائم معدة مسبقا أو مخبر السري. وهذه الأسباب كانت يعني من أهم ما يحصل الآن في السجون من هذه الوفيات وهذه الأحكام الجائرة والغير عادلة، لأن الميليشيات وحتى القوات الحكومية استغلت هذه عدم وجود مذكرة قضائية من أجل تصفية أشخاص معينين، من أجل تحقيق أهدافه، منها التغيير الديموغرافي، أيضا إرهاب الناس، إضافة إلى ذلك تصفية خلافات وحسابات شخصية بين الأحزاب المتنفذة والميليشيات. نعم، ما الذي يمنع أيضا دكتورة فاطمة، ما الذي يمنع الأمم المتحدة عن تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف؟ يعني لا ننسى أنه الأمم المتحدة يعني ليست لديها المانع، ولكن هي مشاركة في ما يحصل في العراق. الأمم المتحدة ومن خلال بعثتها يونامي يعني في الحقيقة هي ليست يعني كما يعرف الآن الشعب العراقي، ليست موجودة من أجل يعني مراقبة تطبيق حقوق الإنسان ومراقبة حالة حقوق الإنسان في العراق أو الحرص على سيادة العراق، بل أصبحت وسيط بين الأحزاب السياسية، وسيط بين الميليشيات من أجل تلطيف الأجواء. أما حقوق الشعب العراقي ومصالح الشعب العراقي فأصبحت بعيدة جدا عن أهداف الأمم المتحدة، وكما هو معروف أصلا هي الأمم المتحدة خاضعة لرغبات مجلس الأمن الدولي والدول التي تسيطر على الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كنت ضيفتنا من لندن عبر الهاتف مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.